يقول: شخص عمل الكثير من المعاصي وهو نادم على ذلك، ماذا يفعل حتى يكفر عن هذه الأعمال؟ عليه التوبة إلى الله، والتوبة تكفر عنه السيئات. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة تجب ما قبلها، يتوب إلى الله عز وجل. التوبة تكفي، إلا إذا كانت هذه الذنوب تتعلق بحقوق المخلوقين فلا بد أن يرد الحقوق على أهلها مع التوبة، ولا أو يستسمحهم عنها. نعم.